الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر طبعا بتوقيتكم انتم ثاني مع برنامجكم اللي تحبوه دائما وتتابعوه برنامجكم لايف المشاهير على قناتكم وقناة كل عائلات الجزائرية الشروق تي في. برنامجكم يهتم بالفنانين واخبار الفنانين والنتوما اللي انتم تحبوهم وتتابعوهم دائما. دائما سعيدة اني نتقاسم تقديم البرنامج مع زميلي عصام دهما. مساء الخير. مساء الخير نيفين ومساء الورد والياسمين على كامل مشاهدي قناة الشروق تي في. في حلقة اليوم مواضيع فنية مختلفة نحن نتعرف عليها في العناوين وراجعين. حصري صورة يوسف السحيري من كواليس انتقام الزمن، وهذا اسم كنزة مرسلي في المسلسل. شمس وديزة جوكر غيابي ماهوش في باطل، عندي عمل راني نكتب فيه، السوشيال ميديا مسؤولية كبيرة وعندي فيديوهات راهم جايين. هنا غزار عن إلغاء تجمع الفنانين الجزائريين بفرنسا للاحتفاء بيوم الشهيد، تجمعنا كان سلمي وماضينا مشرف. وفي حلقة اليوم أيضا هيفا رحيم ضيفة هواء لايف المشاهير للحديث عن دوريها في 11-11 والبطحة. والأخبار الخفيفة والسريعة نتعرف عليها دائما في فقرتنا كويك المشاهير. بعد ما كشف برنامج لايف المشاهير عن سيت كوم جديد راح يكون في شهر رمضان من إنتاج محمد خساني وعبد القادر جريو، التحقت بطاقم العمل الممثلة زولا للمشاركة في العمل اللي تم تصويره في ولاية مستغانم، ونشرت ستوري عبر الإنستغرام قالت أنها انضمت إلى الفريق وإن كانت تقرأ سيناريو مع الممثل بوخلفة ساحلي. يلا مشاهدينا كما كنا قلنا لكم البارح أنه في حلقة اليوم راح نكشف لكم على حصريات تخص مسلسل انتقام الزمن، وكنا قلنا لكم باللي إن شاء الله راح نقول لكم مهنة ودور الفنان يوسف السحيري اللي كنتوا دائما تطلبوه منا وتعرفوا تحبوا تعرفوا تفاصيل هذا العمل. خلينا نقول لكم كما راكم تشوفوا هذه الصورة الحصرية من كواليس مسلسل انتقام الزمن، له يظهر فيها الفنان يوسف السحيري من كواليس العمل واللي راح يقوم بدور خلينا نقول الشرطي، راهو لابس يعني لباس الشرطة، والدور تاعو ولا خلينا نقولوا الاسم تاعو في هذا المسلسل راح يكون رشيد. هذا المسلسل اللي راح يجمع مرة ثانية كنزة مرسلي ويوسف سحيري بعد عمل ليام اللي كنا شفناه من قبل في عمل واحد، وراح نشوفوا ايضا كنزة راح تكون بدور هند وشيماء عطاء الله المعروفة بقمرة في بنت البلاد، راح تأدي يعني دورين، دور الام والابنة، يعني راح تكون بدور احلام وليلى، والفنانة القديرة اللي نحبوها كامل خديجة مزيني في دور زهور. صحيح زميلتي نيفين، ثاني لازم نذكر مشاهدينا انه كنزة مرسلي يوسف سحيري كانوا على قناة الشروق تي في في الاختيار الاول، لكن ما كانت هناك صور ولا خلينا نقولوا مشاهد تجمعهم مع بعض. ايضا خلينا نقولوا انه عز الدين بورغدا الفنان اللي كنا توحشناه راح يكون دوره ابو لبنى، ولبنى هي فتاة اللي حتقوم بهذا الدور هي ميلينا ابرميل، فنتمنوا لهم كامل التوفيق. وثاني في الصور اللي كانوا ولا اللي راهي تمر الان على قناه الشرق تي في من خلال برنامج لايف المشاهير ويظهر فيها الفنان عبد القادر سليماني، هذه الصوره حصريه وايضا يبان فيها اللوك ديالو راح يظهر فيه ان شاء الله خلال رمضان 2024 من خلال مسلسل انتقام الزمن. هذه الصور حصريه نعاودوها ونقولها لكم لبرنامج لايف المشاهير. هاي اللي كذا هي الصوره تاع نعم الصوره اللي كنت نهضر لكم عليها، وكان اخر ظهور تاعو على ما اظن في مسلسل الخاوه. صحيح في مسلسل الخاوه وين كان يعني لفت الانتباه وقام بدور مميز خاصه مشهد الانتحار ديالو داخل السجن. داخل السجن اللي كل الناس تفاعلت معاه وبكات معاه. ثاني نحب نذكركم ايضا انه يوسف سحيري راح تشوفوه في 11-11 على قناة الشروق تي في، وحتى عز الدين بورغدا يعني عنده عملين هذا رمضان وسجل العودة تاعو من خلال 11-11 وانتقام الزمن. ويلا نبقاو في مسلسل 11-11 واللي راح يتعرض على قناة الشروق تي في، واللي من خلاله في رمضان اللي فات شفنا فنانة نحبوها لكن أدى الدور وحدة قبيحة، وهذا ماشي يعني من طبعها، فهي إنسانة الله يبارك ما شاء الله، فحبينا نربطوا معها اتصال. هي الفنانة هيفا رحيم راهي معنا في اتصال مباشر. الو مساء الخير. مساء النور. واش راكي هيفا لاباس؟ صافا الحمد لله، وانتم على بال؟ الحمد لله يعيشك. مرحبا بك معنا في برنامج لايف المشاهير، وسمحينا على بالك كيف موقع التصوير وحابين ناخذ فقط شويه من وقتك. اوكي ما كاينش مشكل، مرحبا بكم.
يلا شوف هيفا، يعني كنا شفناك من خلال قناة الشروق تي في في سباق رمضان اللي فات من خلال مسلسل 11-11 اللي قمت به في رمضان اللي فات من خلال شخصية حورية الوعرة والقبيحة، لكن هذا رمضان حسب التسريبات اللي عندنا أنك حتكوني من خلال قناة الشروق تي في بعملين مختلفين، واحد دراما وواحد البطحة اللي هو فيه يعني فيه شوية دراما لكن كوميدي أكثر، فهل راح نشوفوك يعني بشخصية كوميدية؟ هي صحيح راني متواجدة في عملين هذا العام لكن في البطحة نخليكم تكتشفوا الدور. لا معليش ما تحكيناش على الدور، ما تكشفيناش كامل على الدور، لكن قلنا هذاك حنشوفوك يعني في دور كوميدي، هاك حتبدلي شوية من اللوك ديالك. اللوك باينه باللي نبدلكم دابيتود لكن مازال ما صحتش الفرصه اني نقوم بدور كوميدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مساء الخير هيفا، انا نخدموا عليها ان شاء بالتوفيق هيفا وتقدري لها على بالي ان شاء الله. شكرا. مساء الخير هيفا ومرحبا بك معنا. مساء النور. ميرسي هيفا. في الموسم اللي فات 11-11 كنا شفنا حورية توفات، فهل هذا الموسم يعني راح نشوفوا حورية في فلاش باك ولا عندها قصة أخرى، ولا عطينا يعني حمسينا أكثر للعمل ولدورك لأنه الناس حبت حورية وحبت شخصيتها والكاريزما تاعها. شكرا بعد على المحبة تاع الناس أولا. طبعا راح نكون متواجدة في 11-11 ماشي فريمون فلاش باك، خاطي حاجة أخرى. لكن القصه قويه، الاحداث غادي تكون حاجه فور ان شاء الله كما تعودنا دائما بيان سور، بصح هذه المره اكثر حماس واكثر اثاره في هذا الموسم ان شاء الله. صحيح، وهذا هو الشعار 11-11 انه الاثاره والتشويق والغموض صح. والغموض بزاف صح. يلا حنا رمضان اللي فات والله غير مع الصيام ومنا، وفي السهر الواحد يروح يقعد راسه يزيد يشوف 11-11 يبقى يخمم شكون اللي قتل مالك، هذا دخلت انا كامل فوالا. فبالتوفيق، وخاصه انه هذا الموسم يعني الموسم الثاني من 11-11 شفنا انضمام فنانين بزاف جدد من الجزائر ومن خارج الجزائر ايضا. فبالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق، وخاصه قلنا خلينا نقول لك كيفاش راكي تقدري توفقي بين تصوير 11-11 والبطحه. هي على كل شوف، ما راش عندي دور كبير في البطحه يعني فلذلك هذا العام انا كنت مقرره اني نخدم مسلسل واحد، لكن طبعا كي تقدم لي العمل تاع البطحه بما انه ثاني مسلسل اللي يضم طاقم فني كبير وطاقم تقني كذلك من اروع ما يكون وفنانين واسامي كبار، دونك بيان سور ما كنتش غادي نقول لا ان شاء الله. هيفا، قبل ما نروح نسقسيك سؤال على البطحان نكمل مع 11-11، العام اللي فات كنا شفنا الكثير من السوسبنس والغموض والاثاره، كنا حابين كامل نعرفوا شكون قاتل الملاك. هاد العام رانا نشوفه وشفنا يعني برومو كاين جو دو كارت، يعني كيما رانا نشوفو في الصوره كاين لي جو دو كارت، يعني وشنو هي الحكايه تاع جو دو كارت هذا، وشنو هو الغموض والحماس اللي راح يكون، يعني واش تقولي للجمهور من جو دو كارت هذا واش يستنى واش يفهم؟ اللي حابه تقولها كامل الفيلم دوك المشاهد من جو دو كارت هذا. لو كان نحكي لك على السر تاع ما غاديش نشوقك ولا نشوق المتابع باش يتفرج، من الاحسن ما بقاش بزاف. اي فوالا، قولها في رمضان تبعي الشروق راكي تعرفي الجواب. في رمضان نتفرجوا كاع اونسومبل ونكتبوا. سما راح نشوفوا غموض وسسبانس كثر فوا دو على واش كنا. بيان سور كيفاش؟ يعني حنشوفوا الغموض وسسبانس فوا دو على واش كنا العام اللي فات. وي ماشي غير فوا دو فوا. يلا هيفا نزيدو نسقسوا سؤال اخير على السريع. هيفا، احنا على بالنا باللي العمل مع نبيل عسلي وناس محدوش وكاع عنده جو وعنده طعم، فكيفاش الكواليس والعمل معاهم؟ شوفي كواليس كانت رائعه. سي داليكيب وشغل عندهم واحد النسمه خاصه ديجا غير تدخلي بلاصه تضحكي صح، غير تدخلي تولي في المود تاع باسي تضحكي معاهم غايه.
يعني خاطي من يكون يمثلوا هذاك هذيك حاجه واحده اخرى. فبالتوفيق ليك وكل الطاقم فريق 11 11 والبطحه. هيفا، خلينا نقولوا انك انت الان فنانه، يعني فرضتي نفسك كممثله في الاعمال الجزائريه، لكن ما ننكروش انه الجمهور حبك وعرفك اكثر من خلال صوتك الجميل وادائك لبعض الاغاني اللي تالقتي فيها، فاكيد الجمهور حب يسمع حاجه جديده منك، فهل كنت تحضري ولا تشوفي انه التمثيل خداك على الغناء وما كيش متفرغه للاعمال الموسيقيه؟ هي ماشي كيسيون تاع الواحد راه متفرغ ولا ماشي متفرغ، لكن ما كاش فريمون لي شركات انتاج اللي ينتجوا لك الستيل اللي انت تكون باغي. دي فوا تجي شركه انتاج مثلا تفرض عليك ستيل تقول لك هذا يتمشى هذا منا، لكن ليدونتيتي تاعك ما تفقدها، تفقدها اوتون كو فنان، تفقدها اوتون كو شارك انت من الداخل باغي تخرج، ولا شارك انت من الداخل باغي تغني، ولا رساله لك باغي توجهها. دونك ها علاش هيفا، وشنو هو الستيل اللي تحبو بالك ولا اللي تقدر تشوف روحها فيه؟ نظن اني بعض الاغاني اللي غنيتها هذا هو الستيل. صحيح، بالتوفيق ليك هيفا. راح نخلوك ترجعي لموقع التصوير باش توجدي لنا حاجه مليحه في رمضان نتمتعوا ونشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، بالتوفيق، مع السلامه. شكرا، يعطيك الصحه. شكرا، بالتوفيق. شكرا، يعطيك الصحه ليك انت ايضا. يلا يسامحوا الى تصريحات اخرى لشمسو ديزاد جوكر اللي كنا تعودنا دائما نشوفوه في رمضان حاضر باعماله او حتى بكاميرا كاشي اللي كان يديرها، لكن عنده فتره غاب علينا وما طرش علينا في رمضان، فزميلنا محمد موفق تلاقى به وسقساه عن سبب غيابه، نحن نعرفوا الاجابه مع بعض. شمسو، احنا كنا نشوفوك في رمضان بصح راك غايب شويه، كنا نشوفك لي كاميرا كاشي دي فوا في لي سيغيتو، اسكو في حاجه في رمضان ولا عندك حوايج راك توجد فيهم؟ أنا غايب صح، وكنت غايب وعلى بالي بلاني غايب، بصح هذا الغياب إن شاء الله ماشي في باطل، الإنسان ياخذ وقته كامل باش يوجد عمل يليق بالمشاهد، تما عمل فني يليق بالمشاهد لازم له وقت، تما أي خدمة تكون تما في المستوى أنا بالنسبة لي لازم لها وقت كبير، دونك إن شاء الله راني نوجد في عمل ووجدته وأنا نكتب فيه هذا شحال باش إن شاء الله يجي نهار ما هين يشوفوه الناس وإن شاء الله التعب تاعنا ما يروحش في باطل. يلا زميلتي نيفين ومشاهدينا الكرام، كما على بالكم باللي ديزا جوكر شمسو كان هو من السباقين ولا من الاوائل اللي بداوا لي فيديو عبر اليوتيوب وحقوا شهره يعني عربيه ومشي فقط جزائريه، فزميلنا محمد موفق تلاقاه وسقساه على واش رايه في اللي راهو ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وايضا وشنو هو جديد واعماله الجايه، فنروح مع بعض نتعرفوا عليها وراجعين. كيفاش راك تشوف اليوم المستوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ انت باغمي لي بودكاستر اللي بديتو ممكن لي ريزو زمان دي فيديو بيان سيغ اللي كانوا يلقاو نسب مشاهده كبيره، لكن اليوم واش رانا نشوفو في مواقع التواصل الاجتماعي ماشي كامل وما نعموش شويه ما يتماشاش مع العائله الجزائريه اكيد. صح، انا نشوفو بزاف حاجات في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه حاجه ماشي جديده، تما الناس كامل فاقوا، الناس كامله ما يهضروا، وهضرنا عليها وكنت هضرت عليها في ويب اووردز، طلعت ومديت كلمه وهضرت وقلت هذا الشيء، قلت باللي الانسان كيدير اي حاجه في مواقع التواصل الاجتماعي يخمم بلي راح تتماركه حاجه الاولى عند ربي، من بعد راح تبقى الاجيال، تما رايحه تبقى لاولاده، رايحه تبقى، دونك اي كلمه راح تقولها تتحاسب عليها، اي حاجه راح ديرها راح تبقى لك، دونك الانسان حنا ناس بكري كانوا يقولوا قبل ما تهضر دور لسانك سبع خطرات، دونك مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع لي فيديو وكلش دوكا لازم تدور لسانك، تدور عقلك، تدور تما لازم تدور 100 خطره وتخمم باش تهضر باش تقول كلمه، وهذيك الكلمه لازم تكون كلمه صواب. نعرفوا انه كنت كل خطات تعطينا فيديو نشوفوها وتعمل باس، اسكو في فيديو جديد راك توجد فيها؟ ان شاء الله ان شاء الله، كاين فيديو تام جايين وكاين اعمال اخرى من غير الفيديو هذا، دونك ان شاء الله كل حاجه تجي في وقتها. الله يحفظك، ميرسي بوكو. يوم الاحد 18 فيفري كان يوم الشهيد، وين شفنا تفاعل كبير للفنانين في مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا اليوم وخاصة فنانين مقيمين في فرنسا.
صحيح، وين شفنا انه الجاليه الجزائريه المقيمه بفرنسا كانوا قرروا انهم يجتمعوا في ساحه بباريس، وهذا الشيء نعم، وهذا الشيء من اجل الاحتفال بيوم الشهيد ولا احياء هذا الذكرى اللي عندها رمز عند الشعب الجزائري. وقبل ما يتلغى هذا الحفل خلينا نقولوا انه كاين جمعيه يعني هي جزائريه لكن تنشط في فرنسا، كانت قدمت وتحصلت على تصريح انهم يقوموا بهذا التجمع، وكان الجمهور الجزائري ولا خلينا نقولوا الجاليه الجزائريه والفنانين الجزائريين لبوا هذه الدعوه، وين شفنا عده نجوم دعوا انهم يجتمعوا مع الجاليه الجزائريه في هذا اليوم اللي هو يوم الشهيد. فمثلا كنا شفنا مامي كادر جابوني نعم، خاصه عشيه هذا الاحتفال كنا شفنا الفنان ولا خلينا نقولوا الكينج خالد قدم اعتذار للشعب الجزائري، لانه كنا شفنا حبينا لك هنا شفنا بزاف ناس جزائريين حتى مش جزائريين ينسبوا خالد ولا فن خالد اليهم، ويقولوا بلي انه خالد يعني تبرى من جنسيته الجزائريه وما يفتخرش، لكن هو يعني فند كامل هذا الكلام وظهر من خلال فيديو وقال انه هو جزائري ويتشرف بجنسيته الجزائريه وانه احنا ولاد بلاده وهو وليد بلادنا. صحيح، وكلهم قالوا انه لازم يتلاقاو مع بعض باش يحتفلوا في فرنسا، وخاصة عصام ما قالوش انه يتلاقاو غير فنانين، حتى قالوا للجالية المقيمة في فرنسا يكونوا حاضرين، لكن ما تم الغاء هذا التجمع. وكنا شفنا حفيده مارين لوبان اللي دارت تويتر وكتبت سات جورناليست دو ار ام سي سوات سيليبري دوما ا باري لي شاهيد دو اف ال ان اون توي ماساكري فرونسي حالكي سولدا كوم سيفيل كو فيتال ان فرانس الوغ كو سون بيي اي انديبوندون دوبوي 1962. يعني قالت راهم حابين يحتفلوا هنايا، يعني هذه الصحفيه على هنا غزار قالت باللي راهي حابه هنايا تحتفل بيوم الشهيد تاعها في فرنسا، واش راهي دير في فرنسا بما انه بلدها خاض الاستقلال سنه 1962 وطالبت انه يتم ترحيلها. صحيح، مش فقط انه طالبت ب يعني الامر ما توقفش هنا، وين انه طالبوا بترحيل هنا الى بلدها الجزائر، ومرحبا بها في اي وقت وتجي يعني مرحبا بها. نور بلدها. نور اكيد، لكن خليني نقول لك انه هنا تلقت تهديدات بخصوص هذا الشيء ووقوفها مع بلدها. وللاشاره فقط حبيت نقول انه مش فقط في فرنسا، فحتى الجاليه باسبانيا وين كنا شفنا يعني وفاء وجيت ومحمد درغيس متواجدين في اسبانيا وحبوا يحيوا هذا الحفل. يلا واش رايك عندنا اتصال مع يلا لا لا نشوفوا فيديو قبل الاتصال وراجعين. مشاهدينا الفيديوهات اللي كنتوا شفتوها هي فيديوهات الفنانين اللي كانوا دعوا لهذا التجمع اللي كان يقام بفرنسا واللي تلغى للاسف، لكن احنا نقول لكم انه يتلغى الحفل ويتلغى التجمع لكن التاريخ يبقى راسخ في الاذهان والتاريخ ابدا ما يتمحاش، وحنا اكيد ربطنا ولا اتصال قوه تقدر تمحي التاريخ اكيد وحنا كنا ربطنا اتصال مع زميلتنا هنا غزار باش نعرفوا اكثر تفاصيل على هذه القضيه. نروحوا مع بعض نسمعوا وراجع. مساء النور عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه يا رب. مشتاقه للجمهور الجزائري الحبيب. هو ما جرى مؤخرا هو انه كان المفروض يكون في تجمع للجزائريين لاحياء ذكرى شهداء الجزائر، ونحن لا تفوتنا اي فرصه لذلك. فبمناسبه يوم الشهيد الجزائري كان المفروض نجمعوا في ساحه ناسيون. هذا التجمع يعني عملوه وجهزوا له جمعيات كثيره، قد تم التواصل بفنانين كثار لقيام يعني بفيديوهات ترويجيه لهذا التجمع على اساس انه نجتمع نحن كجزائريين. فنانين كثار عملوا بما فيهم مامي، حورية ليزيو فيغ، فنانة أمل وهبي، الزهوانية، فضيلة، لا أريد أن أنسى أحد، لكنهم كثار يعني فعلا. شارت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد في يعني أطلب من الجزائريين أن نلتقي مع بعض لإحياء وترحم على الشهداء الجزائر. أيضا تأكدت أولا من أن هذا التجمع سلمي ويحظى بموافقة الجهات الرسمية الفرنسية، وبعدما نشرت الفيديو الترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفت انتباه حزب اليمين المتطرف على رأسه حفيدة لوبان التي هاجمتني بقوة
تبعها هجوم متابعيها من الحزب اليمين المتطرف الذين أمطروا علي برسائل سلبية وتهديدات بالقتل لم تتوقف إلى الآن. هذا الشيء لا يخيفني أكيد أكيد، أنا بنت الجزائر، أنا بنت الشهداء، نحن نفتخر بماضينا المشرف عكسهم وعكسها التي تحمل إرث ماضي يعني مخزي. هي حفيدة من عذب الشهداء الجزائريين، هي حفيدة المحتل، فلن تخيفني، وهي تستعملني كوسيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطف العنصريين مثلها. نحن نفرض احترام أنفسنا كجزائريين وسنفرض احترام شهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر. فيلم بالوزداد اللي كنا تكلمنا عليه في برنامج لايف المشاهير، واللي مروا معنا الكثير من الفنانين اللي راهم مشاركين طبعا واللي حاضرين في هذا العمل، من بينهم عايدة كشود، مراد خان، وزهر الدين جواد. ففيلم بالوزداد راح يكون حاضر في رمضان على التلفزيون العمومي. صحيح زميلتي نيفين، يعني كانت يعني التلفزيون العمومي كان دار سهرة خاصة بمناسبة الكشف عن شبكة رمضانية التي ستبث خلال شهر رمضان المبارك على تلفزيون العمومي الجزائري. خلينا نقول كما قلت انت، فيلم بالوزداد راح يتعرض على شكل فيلم، لكن كذلك فيلم سويقة راح يتعرض على شكل 10 حلقات بعدها يتعرض كفيلم، وكذلك فيلم صمتا نحن نغتال راح يتعرض كفيلم. هذه الافلام كلها من انتاج تلفزيون الجزائري بالتعاون مع ذوي الحقوق والوزارة المجاهدين. برك انه فيلم سويقة هو راح يحكي عن الاحداث اللي كانت في فترة الاستعمار في قسنطينة، وكيفاش كانوا يفوتوا رمضان في قسنطينة. فيعني عمل جميل انه نشوفوا كيفاش كانوا يفوتوا رمضان، كيفاش كانوا يصوموا، كيفاش كانت العادات، كيفاش كانوا عايشين في فترة الاستعمار. فيعني موعدكم راح يكون مع التلفزيون العمومي في رمضان. ويلا ما تنسوش ايضا تتابعوا شبكتنا شبكة الشروق تي في رمضان 2024. واش رايكم دوكا نروحوا نتعرفوا على اخبار الصحة العالمية في كبيك المشاهير من اعداد زميل مشاهير وود امين زعرير، وراجعين. مشاهدينا الكرام، لحقنا لنهاية عدد نهار اليوم، نتلاقاو غدا إن شاء الله في عدد جديد من برنامجكم لايف المشاهير. نخليكم مع أغنية عشقة إدمان لشاب حميدو، مع السلامة ونحبكم كامل.